اهلا بيكو. احنا النهاردة في المحاضرة دي هنعمل اكسرسايز مع بعض. اكسرسايز هنتعلم منه طريقتين او حاجتين فيري باورفول ان شاء الله. فياريت لو تجيب معايا ورقة وقلم وتستعد علشان نبتدي نشتغل مع بعض في الاكسرسايز ده. الاكسرسايز ده زي ما بقولك هتكتب معايا حاجة. الاول اكتب او ثلاث حاجات هتحس ان انت تبقى سعيد لو عملتها. تاني ثلاث حاجات، مثلا عايز اقعد مع صحابي، عايز اتمشى شوية، عايز ازور عمي، او عايز انزل اروح اقضي ساعتين في الملجأ اللي جنبنا واتمشى شوية واقعد في النادي. اي حاجة، اي ثلاث حاجات خلاص اكتبهم على حتة ورقة دلوقتي، وبعدين تعالى نكمل، وقف الفيديو وتعالى نكمل مع بعض بعد ما تكتبهم على الورقة. طيب كتبتهم على الورقة ثلاث حاجات، هاتهم بقى واحدة واحدة واكتب الأول. أول واحدة فيهم هتعملها مع مين؟ تعملها لوحدك ولا في حد هتحتاج او يعني شايف ان احسن تعملها معاه؟ مثلا عايز تنزل تتمشى في الشارع مع مراتك، او عايز تخرج تقعد على القهوة مع اصحابك، او عايز تروح تقعد في النادي لوحدك، اي حاجة من دول مش مشكلة، المهم هتعمل مع مين. يبقى هتكتب جنب كل واحدة منهم هتعملها مع مين، وبعدين الوقت اللي هتعملها فين، في النادي ولا في الشارع ولا على القهوة ولا هتروح بيت عمك، ولا المكان اللي هتروح تعمل فيه الحاجة اللي انت حاسس انها ممكن تخليك اسعد. المكان انت عملت مع مين وعملت المكان. تعال بقى نعمل المنتظر تقضي وقت قد ايه. هنزل اقعد ساعتين في القهوة، هنزل امشي نص ساعة، هنزل اقعد في النادي ساعة لوحدي، هنزل او هقعد في البيت انام في السرير ما اعملش حاجة. المهم كل حاجة من الاكتيفيتيز اللي انت كتبتها اكتب قدامها هتاخد وقت قد ايه. يبقى قدام كل اكتيفيتي هتعملها مع مين، هتعملها فين، هتاخد وقت قد ايه، وبعدين ايه اليوم المناسب اللي ممكن تعملها فيه في خلال الاسبوع الجاي. والاسبوع الجاي تحديدا مهما كان عندك شغل، حاول تشوف امتى تقدر تحط الساعة دي او النص ساعة دي او الربع ساعة دي او الساعتين دول في يومك، في اسبوعك مش في يومك. خلاص عرفت تعمل ايه، هتعمله مع مين، تعمله فين، هياخد وقت قد ايه، وهيبقى في انهي يوم. واخر حاجة القبل الاخيرة actually حط هتعملها الساعة كام. يبقى انا يوم الثلاث الجاي الساعة 6 هنزل اتمشى نص ساعة لوحدي. شايف الجملة كملت ازاي؟ يوم الخميس الجاي الساعة 7 مساء هنزل انا ومراتي نروح نزور عمي في بيت عمي. جملة كاملة. خلاص الجملة دي، يبقى انت دلوقتي معاك ثلاث جمل، ثلاث جمل لتلاتة اكتيفيتيز على الاقل. روح بقى حطهم على الكالندر بتاعتك، احجز ده على الاجندة بتاعتك، وكلم اللي عايز تعمله معاه اتفق معاه على الميعاد. خلاص دلوقتي حطيت تلات جمل، حط التلات جمل في حال التنفيذ بان انت هتحطهم على الاجندة بتاعتك. في حاجة هتعملها النهاردة، في حاجة هتعملها كمان يومين، في حاجة هتعملها اخر الاسبوع. يبقى انت اخترت ثلاث حاجات وحطتهم على جدولك. كده الاكسرسايز ده خلص. طب طلعنا منه بايه؟ الاكسرسايز ده انت طلعت منه بحاجتين خطيرتين، تو تكنيكس يعني very powerful، اهم تكنيكس ممكن تساعدك في ان انت تعمل حاجات في حياتك. اول حاجة المنتال سيميوليشن. علشان تجاوب على الاسئلة اللي انا سألتك عليها دي،
السؤال بتاع هتعمل ايه ومع مين وفين وهياخد وقت قد ايه انت عشت تخيل للي انت هتعمله، عملت منتال سيميوليشن كما لو كنت فعلا عملت الحاجه اللي انت عايز تعملها دي. ده ممكن نسميه بلاننج. يس ده ممكن نسميه بلاننج وممكن نسميه منتال سيميوليشن. انا بفضل كلمه المنتال سيميوليشن. ليه كلمه المنتال سيميوليشن هنا؟ فيها شعور ان انت عشت التجربه. عشت التجربه ده بيخليك اسهل ان انت تنفذها. في تجارب كتير اتعملت على ناس كتير، والتجارب دي طلع منها فعلا ان الناس اللي بتعمل البلاننج ده كويس، بتعمل المنتال سيميوليشن ده كويس، بتبقى فرصتها انها تنفذ اللي عايزه تعمله اعلى. خلي بالك اكتر حاجه بتحاربنا انا وانت هي ايه؟ طب مش النهارده، اكسل يا عمي، خلاص مش مهم، طب مش دلوقتي، مش دلوقتي، خليها بكره، بعده بعده بعده، ولا لك الاسبوع الجاي، اللي هو التكاسل، التباطؤ، نقول ايه، دي لعنه كتير مننا للاسف بنعيشها كتير من الوقت. التكنيك الثاني، وده تكنيك ليس اقل اهميه من المنتال سيميوليشن، وهو الريتن كوميتمنت. لما تمسك ورقه وتكتب عليها انت كما لو كنت عملت تعهد. صحيح انت ما جيتش في اول الورقة وكتبت اقر انا الموقع ادناه فلان الفلاني باني هعمل كذا، لا انت ما عملتش كده، لكن مجرد ان انت مسكت القلم وكتبت، الكتابة دي ادتك انت فرصة عالية جدا ان اللي انت هتعمله ده يتنفس. يبقى انت استخدمت تو تكنيكس، بلانينج منتال سيميوليشن والرايتنج، والاثنين من اقوى الحاجات اللي بيخلونا ننفذ اللي احنا بنفكر فيه. تمام، يبقى الاكسرسايز ده اتعلمنا فيه التو تكنيكس دول. ارجو ان انت تروح تعملهم دلوقتي قبل ما ترجع وتتفرج معايا على المحاضرة الجاية اللي هنتكلم فيها على تو مور تكنيكس. أشوفكم المحاضرة الجاية إن شاء الله.